فقر مدقع وعوز خلفته الحرب وأعمال العنف في وجهها الآخر ومعدلات النزوح القسري في ازدياد. التخلي عن الوطن كان الكفة الرابحة مقابل الفرار بحثاً عن الأمان في مخيمات اللجوء. زعتر مابي، يعني الزعتر مد مصاري ومصاري مابي. أم محمد لم تجد ما تطعم به صغارها سوى الزيت والنعناع. حالها حال أكثر من 4 ملايين سوري يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، يتحينون جلسات مجلس الأمن بشأن آلية عبور المساعدات إليهم في منطقة تشهد حصاراً وحرباً دامية منذ أكثر من عقد من الزمن. الله يساعدنا، يعني بجوز إذا انقطعت بجوز تصير مجاعة كبيرة، بجوز العالم تموت من الجوع. وين تروح العالم؟ لا عنا أراضي نفلح ونزرع، لا عنا شيء، لا بيشغل بالمخيم كله، هلق كله ما بيشغل يعني. وبانتظار أن يترجم مجلس الأمن الدولي قراره بتمديد الآلية على أرض الواقع بشأن عبور المساعدات الأممية إلى سوريا، يلقي النازحون باللوم على الجانب الروسي. يعني روسيا عم تخلط الملف الإنساني بالملف السياسي، يعني ليش روسيا بدها تقطع المساعدات عن الشعب السوري وعم تدخل حتى المساعدات في السياسة؟ هذا عيب على روسيا، يعني عيب على روسيا. وكانت روسيا استخدمت حق النقد الفيتو الجمعة خلال تصويت لمجلس الأمن على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا بدون موافقة دمشق لعام واحد، الأمر الذي لم تقبله موسكو سوى بتمديد التفويض لـ6 أشهر. طلعت موسى، العربية.